بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة اليوم عن البارابوليك تروف كوليكتر أو اختصارا PTC. في هاي المحاضرة راح نحكي عن الكونسنتريشن. ما الهدف من الكونسنتريشن؟ How can this be achieved؟ كيف ممكن نعمل كونسنتريشن؟ What are the main CSP technologies؟ في عنا أربعة main technologies وفي other technologies which are not so common. Market status for each technology. And we'll talk in details about the parabolic trough collector. في المحاضرات الماضية شفنا solar thermal collectors وصنفناهم بناء على demand temperature. So in the first lecture we said that we have the source, the solar radiation, the sun, and on the other side we have the demand, which could be electricity, which could be heat. For industrial process heating, for domestic hot water, for open swimming pool heating, and in between there is the technology, and we select the technology based on the demand. يعني إذا بدنا درجات حرارة منخفضة for open swimming pool ممكن أستخدم unglazed collector أو polymer collector. بدي درجات حرارة أعلى شوي ممكن أستخدم اللي هو flat plate, metallic. ممكن أعمل له glazing عشان أقلل الثيرمال لوسز. ممكن أستخدم الإيفاكويت تيوب كوليكتر أو الفاكيوم تيوب عشان أحصل درجات حرارة أعلى للإندستري أو للتسخين نحكي أو للتدفئة. وشفنا الكوليكترز الأنجليزد الفلات بليت والإيفاكويت تيوب, شفنا الإفشنسي كيرف إلهم للأنجليزد كوليكتر, شفنا الأوبتيكال إفشنسي إلو أعلى شيء بالنسبة للبقية لأنه فيش عليه زجاج يعكس, لكن الثيرمال لوسز تبعته عالي وبالتالي الإفشنسي بتنزل بشكل سريع جدا مع ارتفاع درجات حرارة للأبسوربر. بالفلات بليت ركبنا زجاج أمامي وركبنا ثيرمال إنسوليشن من الخلف, وبالتالي الثيرمال لوسز كانت أقل والإفشنسي دروب كان أقل منه بالأنجليزد. بالإفاكويت تيوب عملنا فاكيوم نوعا ما داخل التيوبز وبالتالي قللنا الثيرمال لوسز باي كونفكشن, عملنا لها إليمينيشن وقللنا الثيرمال لوسز باي كوندكشن وبالتالي الثيرمال لوسز صارت أقل والإفشنسي دروب صار أبطأ. لكن برغم كل هذا اللي عملناه للإيفاكويت تيوب كوليكترز هو ممكن يخدمني لدرجات حرارة برينج المية براكتيكالي نحكي لها رينج 130-140 دقري سلسيوس بأحسن حالاته. طيب الشمس زي ما عرفنا كسولار راديشن هي ديليوتد إنرجي سورس, يعني شفنا خارج الغلاف الجوي الأنيوال أفريج أو السولار كونستانت 1367 وات لكل متر مربع. داخل الغلاف الجوي بصير له attenuation وهو دمار جوا الاير ماس, هذا بصير له scattering, بصير له reflection, بصير له diffuse, بصير له absorption by water molecules. okay. وبالتالي بوصلني بأحسن الحالات 1000-1050 وات لكل متر مربع, 1000 وات لكل متر مربع. هذا energy source كويس مجاني لكنه diluted energy source. بدي درجات حرارة عالية أعلى من اللي كنت أحصلها بالثري تكنولوجيز الكوليكترز اللي حكينا عنهم قبل شوي, بضطر إني أستخدم الكونسنتريشن. الكونسنتريشن ببساطة فكرته إني بستقبل إشعاع الشمسي على أريا كبيرة لكني بعملها فوكس على أريا صغيرة. شو اللي بستفيده بهاي الحالة؟ إنه thermal losses هي ما بخسر من كل الاريا هاي ثيرمال لوسز, بخسر من الاريا الصغيرة وبالتالي بقدر اوصل فيها لدرجات حرارة عالية وبالتالي ممكن اني احصل هاي تمبرتشرز. هاي تمبرتشرز يمكن على ورقة شجر ممكن تحرقها لكن بالانجينيرينج ابليكيشن لها استخدامات عديدة. اول هذه الاستخدامات يمكن فكرة تاريخية قديمة لارخميدس انه يحرق المركبات المعادية باستخدام اللي هو الميرورز, أو تكريماً لأرخميدس أول CSP plant عملت في إيطاليا سموها باسمه. For modern engineering application واحد من السكتورز الحيوية اللي هو الاندستري بيستخدم جزء كبير من الانيرجي لأي دولة, وجزء كبير من الانيرجي اللي بتروح للاندستري هاي يتم استخدامها للهيتينج
للإندستري بروسيسز، ليس هيتينج السبيس هيتينج، نحكي هيتينج فور الإندستريال بروسيس. طيب هل الإندستريال بروسيس في كل الصناعات بنفس تحتاج نفس درجات الحرارة؟ أكيد لا. أي سيرفي عملت لعدد من الدول الأوروبية لعدد من المصانع، زي ما احنا شايفين في عندي بعض الاندستريز زي المايننج، الفود، البيبر، الكيميكالز، وهنا مصنفينها حسب كم البرسنتج من البروسيسز في هاي المصنع وكم درجات الحرارة اللي بتحتاجها هاي البروسيسز. يعني للفود اندستري على سبيل المثال، حوالي 50-55% من البروسيسز لهاي الاندستري تحتاج درجات حرارة below 100 degree Celsius. هل 3 technologies اللي شفناها سابقا في شيء منها ممكن يغطي لي هذا الرينج؟ أكيد الـ evacuate tube collectors ممكن يغطي لي temperatures below 100 degree Celsius with good efficiency. لكن في حوالي 40% أو 45% من البروسيسز في هاي الاندستري بحاجة لدرجات حرارة نسميها medium temperature اللي هي بين 100-400 degree Celsius، وهي صعب أن نحققها بال non-concentrating technologies، وبالتالي بدنا solution لهاي التطبيقات لهاي البروسيسز بالmedium temperature range. غني عن الذكر أنه في بعض الاندستريز زي الميتالز زي المينرالز هي بحاجة لدرجات حرارة أعلى من 400 ديجري سلسيس، وهاي الاندستريز يمكن استخدام الطاقة الشمسية فيها ما يكون فيزبل. حتى وإن استطعنا إنه باستخدام هاي تك سي اس بي تكنولوجيز إنه نوصل 600 أو 700 ديجري سلسيس، الإيكونوميكال فيزبيليتي لاستخدامها لهاي الاندستري يعني مش أكيد. وبالتالي إحنا خلينا نركز على الاندستريز اللي هي بدها درجات حرارة low and medium temperatures كخطوة مبدئية. النقطة الثانية اللي بتفيدنا بشكل كبير للـ CSP technologies بالإلكتريستي جينيريشن. احنا زي ما بنعرف CSP هي اختصار لconcentrated solar power. البعض بيطلق على استخدامات الconcentrated solar للindustrial process heating CSH concentrated solar heat. حتى نفصل أو حتى إذا قرأنا نكون على إدراك CSP متخصصة بالpower for electricity generation، CSH للheat للindustrial process heating. للelectricity generation، الآن electricity generation بالعالم بتتم من خلال الheat engine. الheat engine بأخذ الheat من high temperature heat source وبنتج لي work، جزء من هاي الheat حولها لwork، والجزء هذا بالنسبة للهيت اللي أخذناها من High Temperature Heat Source اسمها Efficiency. يعني إذا أنا أخذت 100 كيلو جول حول 30 كيلو جول منهم لورك، Efficiency للهيت إنجن هذا 30%. البقية وين بتروح؟ البقية بتروح كويست للو تمبرتشر هيت سينك. هاي الديفايس اللي بحول لي الهيت لورك اسمه هيت إنجن. ما فائدة CSP هون؟ CSP ممكن انه يحصل لي higher temperatures على الـ high temperature heat source. طيب الآن كارنو حكالنا انه الـ efficiency تبعت الـ heat engine الـ ideal reversible heat engine تعتمد على T high و T low. كل ما كانت الـ low temperature أقل الـ efficiency بتزيد، كل ما كانت الـ high temperature أعلى برضو الافشنسي بتزيد. اللو تمبرتشر بالعادة احنا محكومين فيها مع الامبيانت تمبرتشر، او مع اذا كنا بنعمل هيت ريجكشن مثلا للسي ووتر او لريفر محكومين بالتمبرتشر تبعت السي ووتر او تبعت الريفر، او اذا كنا بنعمل هيت ريجكشن للامبيانت احنا محكومين بالامبيانت اير تمبرتشر، فيعني مش كثير ممكن انه نتحكم فيها. لكن الهاي تمبرتشر هيت سورس هي اللي بنتحكم فيها من خلال البولرز بالكونفينشنال باور بلانت، او من خلال اني استخدم سولار تكنولوجي بتحصل لي درجات حراره عاليه زي ما هو بالسي اس بي. طيب الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس بحكي لي عن انرجي كونزرفيشن، حفظ الطاقه، وانه الكيلو جول هو نفسه
سواء كان على 100 ديجري سلسيوس أو على 1000 ديجري سلسيوس. لكن second law of thermodynamics okay بحكي لي عن شيء اسمه quality للإنرجي. الفيرست لو بحكي لي عن الكوانتيتي، بينما السكند لو بحكي لي عن الكواليتي. طيب السكند لو بحكي لي انه اذا انا حصلت باور 1 كيلو وات اوف هيت ات 100 ديجري سلسيوس از نوت لايك 1 كيلو وات اوف هيت ات 400 ديجري سلسيوس. ليش؟ لانه ال 1 كيلو وات اوف هيت ات 400 ديجري سلسيوس اذا بدي احولهم لورك من خلال هيت انجن، ممكن اني احول كمية أكبر منهم لهيت إلا ورك. بالمقابل ال 1 كيلو وات of heat at 100 degree Celsius إذا بدي أحوله من خلال هيت إنجن لورك، بحول جزء أقل بكثير من الحالة الأولى. وهنا في عنا example بسيط ممكن نجربه على نثبت اللي هي الambient temperature مثلا على 30 degree Celsius. طبعا الإكويشن هاي لازم نعوض فيها بالabsolute temperatures بالكلفن. ومن الإكويشن هاي بيبين معنا انه higher is T hot, higher is the efficiency since higher is the exergy. الانرجي والإكسيرجي تبعت الهيت سورس راح تكون أعلى، وقدرتي على تحويل هاي الهيت لورك راح تكون بشكل أفضل. إذن هاي 2 advantages لحد الآن. أول إشي إني بستخدم الهاي temperature من CSP للindustrial process heat أو سمينا CSH. رقم 2 إني بقدر أشغل power plants أو heat engines على higher efficiencies. الاستفادة الثالثة أو التطبيق الثالث للconcentration بما يسمى concentrated photovoltaic أو اختصارا CPV. CPV فكرتها اني استخدم PV او PV cell حجمها صغير، efficiency تبعتها عالية، حتى لو كانت كلفتها عالية هي انا بستخدم مساحة صغيرة جدا منها، وبالمقابل بركب refractor، بركب lens كبيرة. اللينس هي بتستفيد من السولار radiation على الاريا كاملة هاي، وبتركزها على هاي السل الصغير الموجودة هون. بالتالي انا بوفر بكلفة PV cell اللي هي هاي كواليتي ومكلفة. لكن زي ما احنا شايفين لما اركب CPV system اللينس ها لازم تكون متعامدة مع الشمس، وبالتالي انا في عندي حركة مع السولار azimuth east to west، وفي حركة مع اللي هي السولار zenith angle بحرك بالسلوب او التلت تبع البلين تبع ال PV panels. فأنا بحاجة ل 2 axis tracking system بهاي الحالة. إذن Y concentration رقم واحد إني بحصل higher temperatures وبالتالي بحصل higher efficiency for electricity generation. 2 more applications وأهم تطبيق اللي هو industrial process heat للمصانع. رقم 3 اللي هو CPV. طيب كل شيء بمقابل. وإذا جينا نشوف disadvantages للCSP، خلينا نشوف أول شيء solar radiation اللي بوصلني من الشمس، هو على شكل جزئين رئيسيات. في جزء بوصلني direct أو بنسميه beam، هو بوصلني من قرص الشمس مباشرة من sun disk without any scattering خلال الطريق. وفي جزء آخر من solar radiation ممكن يصير له reflection من خلال الغيوم. في جزء وهو مار بالغلاف الجوي بصير له scattering أو absorption، وبالمحصلة بوصل لي مشتت من عدة اتجاهات. هذا نسميه diffuse solar radiation. إذن ببساطة في عندي مركبتين من الشمس بتوصلني على السيرفس، اللي الأولى اللي هي الدايركت أو البيم، والثانية اللي هي diffuse. الديفيوز بما أنه بوصلني من عدة اتجاهات من كل القبة السماوية، بالتالي أنا ما عندي قدرة أني أعكسه باستخدام الميرورز أو باستخدام أو أركزه باستخدام اللينسز. بالتالي CSP technologies تستفيد فقط من direct solar radiation. إذن أول إشكالية أني بستفيد فقط من direct. الإشكالية الثانية أني أنا بحاجة ل tracking system يتبع لي حركة الشمس عشان أركز هذا direct على النقطة اللي بدي أسخنها. disadvantages مرة ثانية، بستفيد من الدايركت أو البيم سولار راديشن،
رقم اثنين إنه بحاجة لتراكينج سيستم. تراكينج سيستم means additional cost, extra cost على السيستم, initial cost. رقم اثنين إنه بحاجة لمينتيننس. أي moving part ممكن يصير فيه failure وبكون بحاجة لمينتيننس. هل كل المناطق اللي فيها high global solar radiation مناسبة للCSP؟ الآن نتفرج على خريطة العالم, وهنا بنحكي عن الجلوبال. جلوبال اللي هو التوتال, اللي هو البيم زائد الديفيوز. هالمناطق كلياتها اللي بنسميها سن بيلت, فيها الإشعاع الشمسي حوالينا 2300 ل 2500 كيلو وات أور لكل متر مربع بالسنة. الإشعاع الشمسي الجلوبال فيها ممتاز, لكن إذا تفرجنا على الدايركت نورمال, الدايركت اللي جايني دايركت من الشمس, بنلاقي إنه القيم تبعته قاعدة تتغير أو بتقل في كثير من هاي الأماكن بسبب الدست بالصحاري, بسبب الهيميديتي بالمناطق الساحلية. وبالتالي مش كل المناطق اللي فيها هاي جلوبال سولار راديشن هي مناسبة للسي اس بي. للسي اس بي بيهمني الدايركت نورمال راديشن. بالنسبة للأردن الدايركت نورمال راديشن قيمه كثير ممتازة, كل ما اتجهنا للجنوب القيم توصل حوالي 2700 كيلو وات أور لكل متر مربع بالسنة. بالنسبة للجلوبال هوريزونتال نحكي بالجنوب تقريبا 2200 كيلو وات أور لكل متر مربع. إذا السؤال الأول كان why concentration, حكينا في 3 motivations للconcentration. الآن نحكي عن how to achieve concentration. في عندي طريقتين, الأولى باستخدام اللينس زي ما شفنا بالسي بي في. اللينس بتركز أشعة الشمس على نقطة, أو من خلال الميرورز اللي هي بتعكس أشعة الشمس على هاي النقطة اللي بدنا إياها. طيب two options technically available, ممكن تطبيقهم, لكن for large applications, for utility applications, lenses became very heavy and very costly. بالتالي لكل الـ utility scale applications, لكل الـ industrial applications بنلجأ لخيار الميرورز أو اللي هو الـ reflection and refraction.